بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعنوان الاستيقاظ المبكر. أثبت الدراسات حديثة أن الاستيقاظ المبكر قبل طلوع الشمس يطيل العمر ويزيد من نشاط خلايا الجسم ويحسن مدارك الإنسان وقدراتها العقلية. يقول العلماء أن النوم لمدة 6 ساعات من الساعة 10 مساء حتى الساعة 4 صباحا يكفي نوم 12 ساعة من ساعات النهار. صراحة ما نقول له سبحان الله. لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستيقاظ المبكر لصلاة الصبح، والله تعالى أشار إلى أهمية الليل وأنه وسيلة للنوم المثالي المريح، وكأنه لباس للإنسان يحميه من المشاكل النفسية والجسدية. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. سورة الفرقان آية 47. والله أعلم.